عند تشييع السيد حسن نصر الله، وان صحت الروايه التي يقال فيها ان حزب الله. أم تعتقد أن إيران ممكن أن تنتقل إلى سياسة أخرى تحت الضغط الإيراني ورد اعتبارها كدولة أقليمية بالمنطقة؟ بتقديري ستبقى على سياسة ضغط النفس. إيران تنتظر عقد تسوية مع الأمريكيين. إيران اليوم تحاول أن تكون شريكة في إيصال المرشحة الأمريكية الديمقراطية كاملا هاريس. إيران لديها بعض يعني الأصوات التي يمكن تمكنها أن تساعد مرشحة على إيران تخشى وصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الحكم وتعمل ما بوسعها مع الأمريكيين. إيران تحاول تصفير بعض المشاكل من خلال مصالحة المملكة العربية السعودية برعاية الصينية، مد اليد بصفحة جديدة مع الأمريكيين لكن مع الحزب الديمقراطي التي تراهن على بقائه في السلطة. وهنا أستطيع القول أنت قلت أن إيران يعني تراجعت لتهدي اللعب. أنا بتقديري هذا التراجع مكن الإسرائيلي، التراجع الإيراني مكن الإسرائيلي من اغتيال السيد حسن نصر الله. وأنا أعتقد أن الإسرائيلي لن يرتدع عن المزيد من الضربات، وأخشى ما أخشاه أن يكون إسرائيلي ينتظر ردة فعل إيران وحلفاء إيران بالمنطقة عند تشييع السيد حسن نصر الله. وأن صحت الرواية التي يقال فيها أن حزب الله قد يطلق صليات كثيرة ومسيرات من يعني يوم تشييع السيد حسن نصر الله الذي يرشح أن يكون غدا، قد تكون ردة فعل إسرائيل على إيران وليس على حزب الله. لذلك أنا أقول نحن نعيش ساعات قادمة بالغة الخطورة وبالغة الصعوبة. الإسرائيل التي تجرأت على قتل السيد حسن نصر الله، التي تجرأت على ضرب من الحديدة مرة واثنين، التي تتجرأ يوميا على ارتكاب الكثير 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 من الضربات التي يذهب ضحاياها كسر أبرياء، قد لا تتأخر أبدا في ضرب إيران بالعمق، ضرب العمق الإيراني إن تجرأ حزب الله على يعني قصف العمق الإسرائيلي. بتقديري سيكون الرد على الإيرانيين، وهذا ما بدأ يرشح في بعض الأوساط.